ما رح اقبل بأي ظلم لإلها، وبيعتبر هالحكي اللي قلته هو مفهوم أكيد بالنسبة إلكن. ما كان لازم تتدخلي بشؤون مرت أخي تارا وبشؤون أختها، رغم أني منعتك من هذا الشيء من قبل. شوفي أخي شو عملت، قبلها علناً زوجي لألوها. أنت ليش بدك تخلقي مشاكل من جديد وتعطي مرت أخي فرصة لتنتقدك؟ شو استفدتي من هذا الشيء؟ قليلي شو استفدتي غير أنك طلعتي بسواد الوش؟ أنت شو يلي بدك تقوله نهار؟ قصدك سالوني بتحب خلق المشاكل؟ شو الحل هلا واخي؟ مستحيل يصدق أي شيء من دون دليل. إلي يا نهار، أنا كيف بدي أتغاضى عن هالشي؟ إلي كيف كان بدي كذب على حالي وقول إني ما شفتها لرخمة وهي عم تخبي شي بخزانتها؟ كيف كان بدي أقول لحالي بإنه رخمة ما كانت عم تحكي من تليفون عمومي؟ إلي كيف كان بدي أنسى هالمشكلة اللي صارت مع مرت أخوك تارا يلي بتكون مثل أختي الكبيرة؟ أنا متأكدة إنه في حدا منهم حاول وعمل المستحيل لحتى يأذي أختي تارا. يعني انت شايف كيف حالة مرت اخوك عم تتراجع يوم بعد يوم؟ شو الفائدة اني شوف انا هالشي سالوني؟ لازم اخي يشوف كمان. اكيد هو انصاب بالعمى، ما رح تقدري تخليه يشوف شي. انا معك، بتفق مع كل شي بتقوليه وعم تعمليه، هو مزبوط بس لازم يحس بالقلق. بس الواحد بحس بالقلق يا نهار لما بيقدر يشوف الخطر دائما حوله. براجيش ما عنده أدنى فكرة عن كل شي عم بصير مع مرته تارا هلأ. أنا ما أجيت على هذا البيت كزوجة إلك بس يا نهار، أنا كمان كنت هالعيلة، وبالإضافة لسعادة هاي العيلة أنا كمان من واجبي أني وقف جنبك وأحميك وأحمي. بكفي، بس بكفي، تركي واجباتك. ليش لحالك بهذا البيت ملزم بواجباته؟ أنت رح تقومي بواجباتك هون وهن رح يضلوا يهينوكي، وأنا ما فيني أتحمل. وإذا هي مسألة واجبات فبصفتي زوجك من واجبي أنا أحميكي وصون كرامتك. وهلأ من اليوم ورايح ما رح تعملي أي شي من شان حدا. تارا، خدي أدويتك بوقتهم، أكتر الأحيان بتنسي، لهيك أنا عيرت المنبه. احكي مع أورفاشي، هي بتعرف أي أدوية لازم تاخديها. تارا، بشو عم تفكري؟ براجيش، فيك تبقى